السلام عليكم. إذن أرحب بكم في حصة اليوم إن شاء الله، والتي ستكون عبارة عن تمرين شامل في دراسة دالة. إذن التمرين يتكون من جزئين. الجزء الأول غتكون فيه إن شاء الله دراسة الدالة جد إكس اللي كتساوي لنا أو إكس ناقص إكس ناقص واحد، والجزء الثاني الدالة إف دو إكس اللي كتساوي الإكسبونسيال ديال جوج إكس ناقص جوج إكس إكسبونسيال ديال إكس ناقص واحد. بطبيعة الحال الجزء الثاني راه مرتبط بالجزء الأول. إذا أنصحكم بإنجاز التمرين قبل مشاهدة الحل. إذا نبدأ بأول سؤال في الجزء الأول. السؤال يقول ادرس تغيرات الدالة جي. إذا تغيرات الدالة جي بطبيعة الحال باش نمكن ندرسها خصني أول حاجة نعرف مجموعة التعريف، نحدد مشتقة الدالة، وندرس إشارة جي بريم، ومن بعد ندير جدول التغيرات. اذا اول حاجه هي مجموعات التعريف. طيب حلنا الداله معرفه على ار. اذا الداله معرفه على ار. اذا غنحددوا مجموعه، غنحددوا جي بريم ديال اكس. اذا مهما يكون اكس كتنتمي لار، أي مجموعة التعريف جي بريم ديال إكس تساوي ماذا؟ تساوي الشقاق ديال أو إكس ناقص إكس ناقص واحد. إذا الشقاق ديال أو إكس راه هو أو إكس، الشقاق ديال ناقص إكس هو ناقص واحد، والشقاق ديال ناقص واحد هو صفر. إذا الدالة المشتقة كتساوي أو إكس ناقص واحد. إذا دابا خصني ندرس إشارة الدالة المشتقة. إذا إشارة جي بريم هي إشارة، إذا إشارة جي بريم دو إكس على آر هي إشارة أو إكس ناقص واحد، أو إكس ناقص واحد. إذا غادي ناخد داك أو إكس ناقص واحد، غادي نحل أولا المعادلة باش نعرف فين كتنعدم الدالة جي بريم ديال إكس. إذن أو إكس ناقص واحد كتساوي أو إكس ناقص واحد كتساوي صفر تكافئ أو إكس كتساوي، إذن واحد كندير الطرف الثاني كتساوي ناقص واحد كندير الطرف الثاني كترجع واحد. إذن تكافئ إكس تساوي الآلين ديال واحد اللي هي صفر. إذن أو إكس ناقص واحد كتنعدم في الصفر. إذا كنشوف دابا الإشارة ديالها أو إكس ناقص واحد كبر من الصفر تكافئ ماذا؟ تكافئ أن أو إكس كبر من واحد، أي أن إكس كبر من الآلين واحد يعني كبر من الصفر. إذا كنديرو جدول الإشارة. إذا هنا إكس مول لانفيني بلوس لانفيني جي بريم ديال إكس جي ديال إكس. إذا جي بريم ديال إكس كتنعدم في الصفر. إذا هنا راه جي بريم ديال إكس الإشارة ديالها هي الإشارة ديال أو إكس ناقص واحد، إذا كتنعدم هنا. إذا حنا شنو قلنا؟ قلنا أو إكس ناقص واحد أكبر من الصفر عندما يكون إكس أكبر من الصفر. إذن على يمين الصفر كاين بلوس، إذن باقي المجالات إشارة سالبة. إذن الدالة جي دي إكس غتكون دالة تناقصية أو تزايدية على المجال صفر زائد لا نهاية، وهنا كنديرو جي ديال صفر. جي ديال صفر تساوي أو ديال صفر كنعوض في الدالة ناقص صفر ناقص واحد. إذا أو ديال صفر هي واحد ناقص واحد تساوي صفر، إذا تساوي صفر. إذا هنا بلا ما نحدد النهاية في بلوس لانفيني وفي موال لانفيني، يعني هذا هو جدول التغيرات الدالة. إذا السؤال الثاني يقول استنتج إشارة الدالة جي. إذا ثانيا إشارة
الدالة جي. إذن حسب جدول التغيرات شنو عندنا؟ إذن حسب جدول التغيرات لدينا مهما يكون x كتنتمي ل r شنو عندنا؟ جي دو x. إذن إلا شنا مزيان في جدول التغيرات غنلقى جي دو x تقبل قيمة دنيا، يعني دالة تناقصية على المجال ناقص لانهاية صفر، وتزايدية على المجال صفر زائد لانهاية. إذن الدالة تقبل قيمة دنيا فين؟ في جي ديال صفر. وبالتالي مهما يكون x ينتمي إلى r، جي ديال صفر أكبر أو يساوي، أو جي دي x أكبر أو يساوي جي ديال صفر، أي جي ديال x أكبر أو يساوي صفر. إذن جي دو إكس موجبة على المجال ناقص لانهاية زائد لانهاية. إذن هذا الجزء الأول. دابا غادي ندوزو للجزء الثاني، واللي غادي نشوفو فيه دراسة، اللي غادي نشوفو فيه الدالة إف. إذن الدالة إف عندنا إف دو إكس تساوي ماذا؟ تساوي ليكسبونونسيال ديال جوج إكس ناقص جوج إكس أو إكس ناقص واحد. إذن أول سؤال هو حدد نهاية الدالة F. نهاية طبيعة الحال كتكون دائما في محددات مجموعة التعريف. طبيعة الحال هنا مجموعة التعريف ديال الدالة راهي R. إذن تحديد نهايات F، إذن كنحسبوا النهاية في ناقص لا نهاية وفي زائد لا نهاية. إذا الليميت ديال f دو x عندما يؤول x إلى ناقص لا نهاية هي الليميت ديال e جوج x ناقص جوج x e x ناقص واحد في ناقص لا نهاية. إذا كنعوض، كنعرفو بأن e ديال ناقص لا نهاية راهي صفر، وكنعرفو كذلك عندنا نهاية مرجعية الليميت ديال x و x في ناقص لا نهاية راهي كذلك صفر. وبالتالي إلى عوضنا غيجينا صفر ناقص صفر ناقص واحد، أي تساوي ناقص واحد. تليل لأن الليميت ديال x و x في ناقص لا نهاية حاس هذه نهاية مرجعية، إذن هي صفر، و ليميت ديال او اكس هنا بطبيعة الحال او اكس او جوج اكس راه هي او اكس لكل اس اثنان. إذن او اكس لكل اس اثنان راه هي او اكس في جوج هي او جوج اكس. إذن في بلوس لانفيني او لا في موان لانفيني هي موان هي صفر. إذن هذه النهاية الأولى، إذن الليميت ديال f دو x في موال لانفيني هي ناقص واحد. إذن النهاية دابا في بلوس لانفيني، الليميت ديال f دو x في بلوس لانفيني تساوي ماذا؟ تساوي الليميت ديال e ليكسبونسيال ديال جوج x ناقص جوج x و x ناقص واحد في بلوس لانفين. دائما التعويض المباشر. إذا التعويض المباشر إلا عوضنا بشكل مباشر غيجينا او ديال بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني في او بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني ناقص واحد، يعني غيجينا بلوس لانفيني ناقص بلوس لانفيني أي شكل غير محدد. وبالتالي خصني نحيد داك الشكل غير محدد. إذا ممكن نعملو بأو بليكسبونسيال ديال جوج إكس. إذا الليميت غادي نعملو بليكسبونسيال ديال جوج إكس، شنو غادي يبقى لينا؟ إذا غادي يبقى لينا في هاد الحد هذا. إذا هنا ممكن نعمل غير في هاد الجزء هذا، يعني ناقص واحد نخليها خارج التعميل لأنها مغتأثرش على النهاية. إذن إلى عملنا هنا ففي هذا الحد الأول غيبقى لي واحد ناقص جوج إكس.
احنا عندنا او اكس وحنا عملنا ب او جوج اكس، اذا غيبقى لنا، اذا حنا ملي كيكون عندنا او اكس وكنعملو بشي حاجة يعني كنقسم عليها، يعني غيبقى لنا او اكس على او جوج اكس، يعني او اكس على او اكس مضروبة في او اكس، لان او جوج اكس هي او اكس زائد اكس، اي او اكس مضروبة في او اكس، يعني كيبقى لنا واحد على او اكس. اذا غيبقى لنا هنا اكس على او اكس ناقص واحد. دابا غادي نحاولو كذلك، عندنا جوج اكس بلس انفيني واحد ناقص جوج، هاديك او اكس على اكس، حنا عندنا واحد النهاية مرجعية كتقول لنا بان الليميت ديال او اكس على اكس بلس انفيني هي بلس انفيني. اذا هاد اكس على او اكس يمكن لي نكتبها على شكل جوج على او اكس على اكس ناقص واحد. علاش؟ لان مثلا عندنا ا على بي راه هي واحد على ا على بي، ان عادة الى بغينا نبسطو الكتابة كنقولو واحد مضروبة في المقلوب ديال المقام في بي على ا، اذا راه نفس الكتابة. اذا حنا درنا لها بهذا الشكل باش نلقى النهاية المرجعية، باش نكتب على شكل النهاية المرجعية. اذا حنا عندنا غادي نعوضو دابا، اذا غيجينا هنا او ديال بلس انفيني هي بلس انفيني، او اكس على اكس هي بلس انفيني، وعندنا جوج على بلس انفيني هي صفر، اذا كيبقى لنا بلس انفيني مضروبه في واحد، يعني هي بلس انفيني. اذا هذه غادي تجينا بلس انفيني، لان الليميت ديال او جوج اكس بلس انفيني هي بلس انفيني، والليميت ديال اثر على اكس والليميت ديال او اكس على اكس بلس انفيني هي بلس انفيني، وبالتالي الليميت ديال جوج على او اكس على اكس هي صفر، لان الليميت ديال جوج على بلس انفيني راه هي صفر. اذا هذا هو السؤال رقم واحد. دابا ندوزو السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج يقول ادرس الفروع اللانهائية للمنحنى السائف. الفروع اللانهائية، اذا احنا حسبنا النهاية ديال الدالة في مولى انفيني شحال لقينا؟ لقينا ناقص واحد. اذا شنو هو الفرع اللانهائي في هذه الحالة هذه؟ اذا النهاية في دالة عطاتني عدد، اذا شنو كنقول؟ كنقول بان السائف يقبل مقارب كي داير؟ مقارب افقي، معادلته إيكغيك تساوي ناقص واحد، لان اكس تؤول الى ناقص لا نهايه، وبالتالي إيكغيك تساوي ناقص واحد. الحاله الثانيه، ليميت ديال اف دو اكس بلس انفيني عطاتنا بلس انفيني، اذا هنا خصني نقلب على المقارب ديال الداله هذه. باش نقلب على المقارب غنحسب النهايه ديال المقارب او الفرع الشجامي على حسب الحاله، يعني خصني نقلب على الفرع النهائي. اذا غنحسب الليميت ديال اف دو اكس على اكس بلس انفيني، اذا هو الليميت ديال او جوج اكس ناقص جوج اكس او اكس ناقص واحد على اكس بلس لانفيني. اذا هنا غنحاول نفكك داك الكتابه، اذا عندنا ليميت بلس انفيني، اذا ديال او جوج اكس على اكس ناقص جوج اكس او اكس على اكس ناقص واحد على اكس، يعني فككنا التعبير فقط. اذا كنختزل باكس كيبقى لنا الليميت ديال او جوج اكس على اكس ناقص او اكس ناقص واحد على اكس. اذا نحاول نعوض ونشوف شنو غادي يعطيني في هذه الحاله. اذا عوضنا فغيجينا هنا واحد على بلس انفيني راه هي صفر، او ديال بلس انفيني مع الناقص اللي حداها هي موال لانفيني،
و ديال جوج اكس على اكس راه غتجينا بلوس لانفين، يعني الشكل غير محدد. اذا هنا خصني نحيد الشكل غير محدد، اذا ممكن نعملو بأو اكس. غادي نعمل غير في هاد الجزء هذا. اذا ليميت كنعمل بأو اكس. اذا في الحد الاول عندنا او ديال جوج اكس على اكس، حنا ملي كنقولو او ديال جوج اكس راه هي او اكس مضروبة في او اكس، يعني او اكس زائد اكس هي او جوج اكس. اذا الى عملنا بأو اكس غادي يبقى لي غيبقى لنا او اكس على اكس، وفي الحد الثاني غيبقى لنا ناقص واحد، ناقص واحد واحد على اكس اللي ما غاديش ندخلها في التعميل. اذا او ديال بلس انفيني، او ديال اكس على اكس بلس انفيني راه كتعطينا بلس انفيني، او ديال بلس انفيني راه هي بلس انفيني، وبالتالي بلس انفيني في بلس انفيني هي بلس انفيني. اذا هادي راه كتعطينا بلس انفيني، او ديال بلس انفيني راه كتعطينا بلس انفيني، وواحد على بلس انفيني كيعطينا صفر. اذا لان ليميت ديال او اكس على او اكس بلس انفيني هي بلس لانفيني، والليميت ديال او اكس بلس انفيني هي بلس لانفيني. اذا شنو هو التأويل الهندسي ديال هاد النتيجة؟ يعني الليميت ديال اف لإكس على اكس لقيناها هي بلس لانفيني. اذا الليميت ديال اكس ديال اف لإكس على اكس في بلس انفيني لقيناها كتساوينا بلس لانفيني. اذا التأويل الهندسي هو ان الصيف يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الاراضي. اذا كنا لقينا الصفر غيكون السي اف يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الافاصيل. اذا مادام لقينا بلوس انفيني فالسي اف يقبل فرع شلجمي في اتجاه محور الاراضي. اذا السي اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب، كنقدر ندير بجوار بلوس لانفيني، يعني عندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني. إذن السؤال الثالث يقول بين أن، إذن ثالثا لنبين أن إف دو إكس إف بريم دو إكس تساوي جوج جي ديال إكس او اكس. بطبيعة الحال حنا كنعرفو بان جي دي اكس تساوي او اكس ناقص اكس ناقص واحد. اذا غادي نحسبو، اذا مهما يكون اكس كتنساني الار مجموعة التعريف، اف دو بريم دو اكس تساوي ماذا؟ تساوي ديريفي ديال او جوج اكس ناقص جوج اكس او اكس ناقص واحد بريم. اذا الاشتقاق ديال او جوج اكس هو جوج، اذا الاشتقاق ديال او جوج اكس هو جوج او جوج ديال اكس. علاش؟ لان الاشتقاق ديال او ديال اكس بشكل عام هو او بريم او ديال او. اذا الاشتقاق ديال جوج اكس هو الاشتقاق ديال جوج اكس في الاشتقاق في او ديال جوج اكس، والاشتقاق ديال جوج اكس هو جوج ناقص جوج اكس او اكس بريم، والاشتقاق ديال ناقص واحد كيمشينا صفر. اذا اف دو بريم يساوي جوج او ديال جوج اكس ناقص جوج الاشتقاق ديال اكس او اكس، هنا مكتوب على شكل جداء دالة سنين اف جي. الاشتقاق ديالهم كيساوينا اف بريم جي زائد جي بريم اف. اذا اكس بريم الاشتقاق ديال اكس بريم هو واحد، اي كيبقى لنا او اكس زائد اكس، والاشتقاق ديال او اكس هو او اكس. اذا كنبسطو هاد الكتابه كنحاولو نعملو. اذا عندنا جوج كيمكن نعمل بها،
يبقى لنا او ديال جوج اكس ناقص او اكس. خصني ننتبه هنا، اذا حنا عندنا اقواس اللي حيدناهم الاشاره غتولي ناقص اكس او اكس. ممكن كذلك هنا نعمل بـ OX، إذا حنا عندنا OX OX OX، إذا كنعملو بـ OX. إذا في الحد الأول كانت عندي O جوج X، عملنا بـ OX بقات لينا OX. في الحد الثاني غتبقى لينا ناقص واحد، وفي الحد الثالث غيبقى لينا X، إذا ناقص X. وهذا التعبير هذا راه هو تعبير ديال G ديال X. إذن كيساوي لنا جوج أو إكس جي ديال إكس، أي جوج جي ديال إكس أو ديال إكس. إذن هذا إف بريم. السؤال الثالث، يعني الشق الثاني ديال السؤال الثالث، قالوا لنا ثم أنجز جدول تغيرات الدالة إف. إذن جدول تغيرات الدالة إف، إذن لدينا إف بريم ديال إكس تساوي جوج جي ديال إكس ليكسبونونسي ديال إكس. إذن لإنشاء جدول التغيرات خصني نحدد الإشارة ديال إف بريم على إر. إذن حنا كنعرفو بأن جي دي إكس، إذن لدينا حسب السؤال جوج، يعني الجزء الأول سؤال جوج، لدينا ماذا؟ لدينا جي ديال إكس أكبر أو يساوي صفر لكل إكس من R، يعني جي دي إكس موجبة، وبالتالي جي دي إكس موجبة. وكنعرفو بأن أو ديال إكس هي أكبر قطعا من صفر، يعني مهما يكون إكس من R، وبالتالي إذن كيلك سوا إكس كتنسامي الآر، فا إف بريم ديال إكس أكبر أو يساوي صفر. إذا جدول التغيرات ديال الدالة إف بريم كيكون على هذا الشكل هذا، إذا مول لانفيني بلوس لانفيني. إذا الدالة قلنا موجبة، إذا الدالة تزايدية، الليميت في مول لانفيني كنا لقينا ناقص واحد، والليميت ديال اف دو اكس في بلوس لانفيني، اذا هنا اف دو اكس كنا لقينا بلوس لانفيني. اذا اخر سؤال هو ارسم منحنى الدالة اف. اذا رابعا انشاء منحنى اف. إذا ننشئ منحنى الدالة F. إذا أول حاجة كننشئ واحد المعلم متعامد ممنظم. المسألة الثانية كنحاول نشوف الفروع الشلجمية، إذا كنعرفو بأن CF لقينا بأنه يقبل فرع الشلجمين في اتجاه محور الأراتيب، ولقينا بأن Y كتساوي لنا ناقص واحد مقارب أفقي. إذا هذا هو المعادلة ديالو، Y كتساوي ناقص واحد. إذا عندنا جدول تغيرات دالة تزايدية من ناقص واحد حتى بلوس لانفيني. إذا كنبداو بهذا الجزء هذا، يعني النهاية في مول لانفيني عطاتني ناقص واحد، إذا سي إف يقبل مقاربا ما أفقيا، إذا سي إف مقارب أفقي، يعني سي إف كيكون قريب لهذا المستقيم هذا، والدالة تزايدية. وهنا عندنا واحد الملاحظة، هنا لقينا بأن إف بريم كتساوي لنا جوج جي دي إكس إف دي إكس، ولا عوضنا بالصفر، فغنلقاو إف بريم ديال صفر هي جوج جي ديال صفر أو ديال صفر، والجي ديال صفر هي صفر، وبالتالي غنلقى هنا صفر. إذن هنا غنلقاو في الصفر، غنلقاو بأن المنحنى يقطع، لأن كاين واحد المماس أفقي، إذن واخا معطيهناش كيمكننا نديروه، إذن هنا كاين واحد المماس أفقي. علاش؟ لان ممكن يكون عندنا اف بريم ديال واحد اكس زيرو كتساوي لنا زيرو، فا اوتوماتيكمون كنقول بان اس اف يقبل مماس افقي في النقطه صفر اف ديال صفر، ولا في النقطه اكس زيرو اف ديال اكس زيرو بشكل عام.
إذا حنا لقينا اف ديال صفر، اف بريم صفر هي صفر، وبالتالي فاس اف يقبل مماس وفوق في النقطة صفر اف ديال صفر، اي في هذه النقطة هذه. إذا بطبيعة الحال هذه كتساعدنا باش نرسمو المنحنى. إلى المنحنى كيمشي بهذا الشكل هذا، ومن بعد حنا عندنا يقبل فرعا شرجميا، يعني فرع شرجمي في اتجاه محور الأراضي. إذا المنحنى كيكون بهذا الشكل هذا.